لمجموعه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في الفرقه. طبعا احنا دلوقتي بنفكر في كهدف هدف كبير بمجموعه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. انا عن نفسي انا بتمنى التوفيق مع نادي سموحه، هبذل اكثر جهد ان شاء الله ان انا ابين للناس كلها ان انا صفقه قويه. وانا اللي انا عايز اقوله ان احنا مش غراب على بعض، يمكن في 8 لعيبه من النادي المصري موجودين مع نادي سموحه، فدي حاجه كويسه. فيعني انا مبسوط ان انا رجعت تاني لبلدي، يعني دي اكتر حاجه بسطاني هنا. اختيارك لنادي سموحه، هل لوجود فرج عامر كرئيس نادي او لوجود كابتن شوقي غريب على راس جهاز؟ والله هو يعني الاثنين هم حاجه واحده، اداره ناجحه واداره كويسه مع جهاز فني محترم، طبعا ده بيدي استقرار للفريق مع وجود اللعيبه طبعا القديمه، لعيبه متميزه، اللعيبه الجديده اللي جت والصفقات الجديده كلها، فدي من الحاجات اللي شجعتني يعني ان انا اجي نادي سموحه. اللي انا قضيته الاخير بالاخص تألقت. الحمد لله ده فضل من عند ربنا. يعني زي ما بقول لك الاستقرار الاداري دوت يمكن انا عانيت فيه قبل كده شويه، يمكن الحمد لله النادي سموحه لا يقل عن الانديه اللي في مصر. انا شايف يعني طول ما الاداره موفره الامكانيات وموفره اللعيبه وموفره جهاز فني محترم اكيد النادي هيعلى واكيد اسمه هيكبر، وانا شايف ان كل الامكانيات دي متوفره في نادي سموحه. طبعا لازم الاول واحد يثبت نفسه ويتمرن كويس ومعاه يعني مجموعه لعيبه كبار بيساعدوا الواحد بصراحه ان هو يتمرن كويس وكده وبيساعدوني، ان شاء الله الواحد يظن الجهاز الفني ان شاء الله. كلمات اقول لك ايه ووجهك ازاي؟ لا عادي، هو عادي يقول لي يعني اتمرن كويس وحاول تثبت نفسك وبس يعني، وفي البيت نام بدري ولو كده يعني. مين مثلك الاعلى في الكوره؟ مثلي الاعلى انا طول عمري اسف في ما يعني من صغير بحب كابتن محمد شوقي. ويبو ان انا اسمه لا بننوا اللي كو ننوا اللي بينك ابو سيبوس ان انا اسمه لا وي بيقول هو مبسوط انه في نادي سموحه، ويعني فعلا كان فيه عروض كتير بس هو نادي سموحه اللي كان العرض جاد يعني، فعشان كده اختار برضه سموحه وجه هنا. اسباب عدم انضمامه لنادي الزمالك ايه؟ لو جمهور جاي بتاع الزمالك لا نو ان انا اسمه لا فلو بونسكا وكمان فوقه. هو بيقول هو ما يقدرش يتكلم عليه على دوت دلوقتي عشان هو خلاص جه نادي سموحه، ده الصفحه بقى خلاص، انا هو طبعا الصفحة ديت يعني خلاص. طموحاته ايه مع الكرة المصرية خصوصا ان هو قضى موسم اكثر من رائع مع النادي المصري واثبت انه فعلا احد الصفقات الافريقية الرائعة اللي جت مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا؟ بس ما بيبوش منا بو ما في سمو غاي لك ونيفو سان في غاتاغوا ميم انا ما سيغا لكات بريمير ما في سمو غاتا نوكو مني كلين سيغا باراكي باراكي نغورغوري كو. هو بيقول هو طموحاته كتير يعني، بس هو اللي بيتمنى انه يعمل في سموحه اكتر من اللي عمله في النادي المصري، وكمان يعني مش هو اللي يشتغل لوحده، فان هم مجموعه يعني كل واحد بيساعد التاني يعني. التدريب اللي هنعمله ده اللي اتكلمنا عليه امبارح 25 دقيقه، وبعدين بطولات 5 دقائق، وبعدين تدريبات كوره زي بقى معاديه كده، وبعدين هنعمل تقسيمه 25 دقيقه. التمرين ده هيبقى بأربعة لعيبة موجودين بقوة تحط الكرة تروح فيها تطلع وترجع ماشي لغاية ما تخلص الاثنين نفس الوقت، بعدين واحد برضه بيعمل نفس القصة نفس التمرين بتاع الجزء الثاني، لعب بروح الكرة بسرعة وبرجع بسرعة، تمام تسيب الكرة لا برجع بسرعة وارجع تاني واجيب كرة بسرعة وارجع بسرعة لغاية ما اخلص الكرة اللي هي تمام. التاني ده نعمل فيه زي معمول بس الطريقة اللي احنا عملناها شوية في حاجة كده بتخش بنص حاجات يعني تمرين نشغل من غير ما تكون جربها.